FM. الكل مليك. أكتو فيسبوك. أكتو فيسبوك هالفقرة ناصتة ولا تموت الذمار بصلة، ولكن كل الوقائع صايرة بالرسمي والتنبير فيسبوكي بحت. نحن لا نتحمل مسؤولية كل ما يكتب على الموقع، وإنما نخرجوه عن سياقه بكل براءة وشفافية شفافية. في البداية اليوم وعلى غير العادة نحب نقدم تحية، نحب نحيي أعوان الأمن والجيش والحماية المدنية اللي في طقس كما اليوم ورغم قساوة العوامل الطبيعية يخدموا في كل بلاصة وحرصين على حماية أرواح الناس وما هماش مقصرين وما تسمعش منهم كلمة عييت ولا تعبت ولا فديت. نحب نحيي خاصة هيك العون اللي تم طعنه في الميترون بعد ما تصدى العملية بركاش، وشابو لك الشرطي المرور في صفاقس اللي رغم ارتفاع منسوب المياه في الكياس نحى صباته وقعد حافي وكمل خدمته. لا 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 مش هكا يزينا، راهو من فضلك قل للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. ولا مروان تحسني قاعد مبندر. لا يا سيدي مانيش نحب على رخصة متاع كوشك ولا نسلك فيها من رافل، كي نشكروا ناس قاعدة تخدم على رواحها ما تسمش تبندير. واحدة واحدة هنا جايين للمسيء. اليوم 29 سبتمبر 2016، اليوم الوطني للفلوس المنفخ والشعار أمطري يا سماء لعلك تغسلي قلوب البشر. الواحد يحضر في أكتو فيسبوك ويلم في ستاتويات لابس بوت. علينا نجيو للصندي. أثار البارح حوار تلفزي البارح لسيوسف الشاهد برشا بوليميك على الفيسبوك، وأكثر حاجة أثارت الجدل قرر الحكومة بعد دم زيادة في الأجور حتى يا حي 2019. شو معناه هذا؟ معناه يا سيدي أنت اليوم شهريتك مليون، فبعون الله تعالى عام 2019 شهريتك باش تولي قيمتها 600 دينار، على خاطر الماء باش يزيد ومع عليم الجوالين والضوء باش يزيد والمواد الغذائيه، ومع هذا باش يزيدوك في الضرائب وباش يزيد يقصلك من شهريتك معلوم بعنوان دعم لميزانيه الدوله. هذا الكل مع الدينار التونسي اللي ساعده ماشي ويتكب ويكتب. بعد هذا الكل من الاخر كان ما فهمتوا حتى شيء، ها باش نفسر حاجه بالفلاقي. حوار يوسف الشاهد البارح هو دعوه لصلاه الجنازه على الطبقه المتوسطه. ما تخافوش ما تخافوش يا جماعة، نحن في زمن الوحدة الوطنية والقرار الواحد من الرجل الواحد. لو كل الرجال أصبحوا رجلا واحدا وكل الأشجار أصبحت شجرة واحدة وكل البحيرات أصبحت بحيرة واحدة وكل الفؤوس أصبحت فأسا واحدا، ثم جاء الرجل الواحد وأمسك بالفأس الواحدة وضرب الشجرة الواحدة ضربة واحدة فوقعت الشجرة الواحدة في البحيرة الواحدة، أكيد هيحصل طرطشة كبيرة أوي أوي. وما زلنا في حكومة الوحلة الوطنية. الناس في الفيسبوك ما انسيتش البارح وزير النقل وحملة كبيرة من التنبير على الزيارة الفشئية ما زالت متواصلة لتوا. يا معلم قالك الزيارة كانت فشئية لدرجة انه ما في باله هيها حتى حد، كان الراديوات الكل وعشرين كاميرا ما واربع فرق امنية. حلوة والله ينور عليك. ايوة شكينا كده دكتور. كده وكده يعني اشرح له يا دكتور. كده وكده يعني كل شويه كده وكده وكده ما عرفنا. وطبعا الحكايه كلها كده وكده. وما زيارة الفشقية لوزير النقل نمشيو للزيارة الفشقية الوالي نابل، وين الناس الكل بارتاجت فيديو فيه الوالي يقرر منع العمل بالجين. سيد الوالي راهي مشكلة المواطن التعطيل في الإدارات، غياب الموظفين، الكشة يعطينا يخدموا ساعة وبعد يلبسوا حتى جبة. لا بي راجل محترم كده طول بعرض. راجل محترم طول بعرض. كان لابس ايه؟ كان لابس فندم. كان لابس شرابة دي. بس يعني لو شفت حاجة تانية حنكرها ليه؟ لا مؤاخذة. ومن نابل نمشيو لجزيرة صفاقس. اليوم جزيرة عاد صفاقس عاصمة الثقافة منفخة وغاطسة لفوق الركبة، دار برشا على الفيسبوك فيديو فيه عملية إجلاء لركاب كار جديدة أو ما يعبر عنها بالحافلة الغواصة باستعمال كميونة صغيرة. ومعنا مواطن على عين المكان. في البداية نهنيوه ساعة بالسنة الثقافية ونطمنوا على أحوال صفاقس. من أعماق المدينة هذا الحوار مع أحد المواطنين. هابي نيو يير. إيه
هابي نيو يير. يا عم روح اشتريها من الاجزه خانه ولا مالي. على العموم في سؤال البرنامج، حضرتك بتعمل ايه؟ بعمل حمام سباحه للعيال بتفوه هاي الروايح منه. ايوه وبيت علينا منه. ومش كان صفاق صغارقة حتى من سوسة تحمد ربي يا سيدي، تم تأجيل مباراة النجم الساحلي واتحاد بنقردين بسبب تحول ملعب سوسة المسبح أولمبي وإبكي عين على البنية التحتية. من سوسة المسبح الأولمبي نمشي للمنزه وين نداول نشطاء الفيسبوك خبر ما فادوا مدير مدرسة يعنف أو يكردخ تلميذ بسبب شجار مع طفل آخر بوه مساعد وكيل الجمهورية. يا أعدل الناس إلا في مخاصمة، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أنت الخصم والحكم. يا معلم الباشا أنا جاي النهاردة عشان أبص الأيادي، ولو في حاجة تاني غير الأيادي مستعد أبصه. إلهي ما وأروح، إلهي هتشل وأقعد قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت. إلهي دب فيا ده النتاني والناس ما تطيق ريحتي. إني ما كنت أعرف إني معليه يبقى ابني معليه. هي ده هي، إلهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على معليه. وفي الختام قررنا نخصوا جائزة لأغبى شخص واستحق هذه الجائزة عن جدارة. 12 واحد خرجوا حارقين من منطقة بمبلا في سوسة، الحريق عمل بهم دورة باهية في البحر ومن بعدها بطن في سيدي داود وقال لهم هذه إيطاليا، وتم من بعد القبض عليهم بطبيعة. والله غبي والله غبي، كان في زيتونة كنت أموت عليها. ومسك الختام استاتيو المأثور، فمن بعد اجتماع أعضاء لجنة التحكيم قررت اللجنة أنه يكون استاتيو المأثور لليوم تلبس المحزوق وكرشها أربعة طبقات وتوزن 120 كيلو وكاتبة أنا لمن. يا خيتي انت لمن يجرؤ فقط. ماستا ياسر كان هذا كل شيء في الاكتو فيسبوك. اعداد اشرف العتروس والتقديم لرامي موكلين. لو كان فاتتكم حاجه تلقاوها فيديو على الباج فيسبوك باج راديو كابا فام. ومشاهده طيبه للجميع. كابا فام الكلمه ليك.